من دونباس ينضم على الحدود الأوكرانية، ينضم إلينا محمد فنيش موفد الغد وعمر بشير من لندن. أبدأ معك محمد، إلى أين وصلت تطورات الأوضاع لديك على الحدود؟ نعم جمانة، هنا في منطقة فونافاخا بمنطقة دونباس أو في بلدة فونافاخا بمنطقة دونباس على الحدود الأوكرانية الروسية، هناك حالة تأهب. هذه هي المنطقة التي توجد بها مدار للعمليات العسكرية لكامل منطقة دونباس من طرف الجيش الأوكراني. هناك كذلك منطقة استراتيجية لقطارات منطقة دونباس، هذه المنطقة هي مركز تلاقي خطوط السكك الحديدية في دونباس، وإذا ما تعرضت لقصف ما فإن حركة القطارات ستشل بشكل نهائي، وبالتالي هناك حالة من اليقظة العسكرية. صحيح أن كييف على المستوى السياسي تطمئن الجميع بأنها لا تريد الحرب وتبحث عن لغة دبلوماسية مع روسيا، هذه الأخيرة التي تطالب حلف شمال الأطلسي بالوضوح بشأن الضمانات الأمنية. صحيح أن الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي قال أن الحلف لن يتدخل عسكريا حتى لو غزت روسيا أوكرانيا، وهذا التصريح لقى معارضة من طرف بعض الأوساط هنا في أوكرانيا بأنه تصريح لا داعي له وأنه أعطي لروسيا بالمجان. قد يحاول حلف شمال الأطلسي عدم إخافة الروس بشأن الضمانات الأمنية، وبالتالي ورقة الضمانات الأمنية التي يلح عليها والتي ألح عليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة الماضي بضرورة الإجابة واضحة من طرف الولايات المتحدة الأمريكية ومن طرف حلف شمال الأطلسي لم يتلقى رد إلى حدود الساعة. المفاوضات مستمرة لمدة أسبوعين المقبلين. الحشود العسكرية الروسية ترتفع بحسب التقارير الغربية خاصة الأمريكية والبريطانية، سواء على مستوى الشرق الأوكراني نتحدث على بعد كيلومترات من هذه المنطقة، نتحدث كذلك عن المنطقة البحرية شبه جزيرة القرم والمناورات البحرية هناك، نتحدث كذلك عن شمال أوكرانيا وعن حليفة موسكو بيلاروسيا وصواريخ S-400 التي باتت تتمركز هناك. ناهيك أن الاتحاد الأوروبي وحلف الشمال الأطلسي قبل الأزمة الأوكرانية الروسية كان يرفض أن تعطي روسيا أو تسلم صواريخ S-400 ومنظومة الدفاع الجوي S-400 إلى بيلاروسيا. اليوم أصبح الأمر ثانوي أمام هذه الحالة من الحشود العسكرية. صحيح أن موسكو تقول بصريح العبارة أنها تنفي نيتها غزو أوكرانيا، لكن لا يمكن لعاقل على الأقل بحسب المراقبين أن يقبل هذا العدد من المناورات وهذه الحشود العسكرية بعشرات الألاف وبتكلفة مادية كبيرة جدا أن تكون فقط لاستعراض القوة. هناك شيء ما كما يقال يدبر بليل الأيام، والساعات المقبلة قد تكشف تفاصيل أكثر. إليك جمانة. إذا نتحول إلى عمر بشير لنعرف وجهة النظر البريطانية، يعني موقف بريطانيا معروف وواضح بدعم أوكرانيا. عمر، ماذا عن جديد التصريحات وكيف تراقب لندن ما يحصل من تطورات على الحدود؟ إليك عمر. لندن تراقب ما يحدث لحظة بلحظة، والتصريحات البريطانية لم تنقطع اليوم. وزيرة الخارجية البريطانية ليزا تراس قالت لوسائل الإعلام إن كل الخيارات مطروحة على الطاولة في حال غزت روسيا أوكرانيا، وقالت إن هذا الغزو إن تم فإن التكلفة سوف تكون باهظة على روسيا. ويوم غد الاثنين يتوقع أن تتوجه الوزيرة إلى البرلمان لفرض عقوبات اقتصادية على شخصيات روسية تعمل في بريطانيا ومدعومة من النظام. والخطة البريطانية هي تجميد الأموال التي يتحكم بها بوتين كما تقول بريطانيا من خلال أشخاص آخرين، وهذه الخطة تحظى بدعم المراقبين والمحللين باعتبار أن العكس غير صحيح، باعتبار أن بريطانيا لا يوجد لها أصول مالية على الأقل مقارنة بالأصول المالية الروسية حول العالم. بريطانيا لا يوجد لها أصول موجودة في روسيا، يعني لا يوجد رد فعل روسي مماثل إذا ما قامت بريطانيا بمثل هذه الإجراءات. هذا في نظائف هذا كل ذلك يأتي في إطار الضغط السياسي والذي أبقى الباب مفتوحا أمام المفاوضات.
تراس وزيرة الخارجية وزير الدفاع أيضا بن ولا سيتوجهان ويلتقيان بنظرائهما في روسيا لبحث آليات ضبط النفس وإبقاء الحوار مفتوحا للحد من هذه التوترات على الأرض. وبالتزامن مع ذلك هناك دعم عسكري بريطاني يوجه إلى دول أوروبا الشرقية بزيادة عدد القوات المنتشرة في هذه الدول وإرسال أيضا خبراء إلى أوكرانيا لتطوير القدرات العسكرية الأوكرانية. كل هذه التحركات لا تحظى بقبول موسكو، لذلك الجميع يصعد على الميدان ويبقي الباب مفتوحا أمام السياسة لحل هذه الأزمة.